في مناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك وبجميع المشاهدين. مرام، نبدأ يعني من آخر التطورات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بزيارة كوريا الشمالية، كيف، في أي إطار تأتي هذه الزيارة، أو كيف تقرأ أيضا هذه الزيارة بعد 24 عاما؟ نعم بالفعل إسماعيل، يعني هذه الزيارة التي أعلن عنها الكريملين يوم أمس في بيانه والمستمرة على مدار يومين، تبدأ اليوم وتنتهي غدا، ويضاف إليها أيضا زيارة مباشرة ينتقل فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام، وبالتالي هذه الزيارات تندرج في إطار تعزيز روسيا لعلاقاتها مع الدول الصديقة كما تسميها في منطقة آسيا. ولكن اللافت في الأمر أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن قبل بدء هذه الزيارة أنها سوف تندرج في إطار تعزيز التعاون والأمن الدولي بين البلدين، وأنه سيتم توقيع المزيد من الاتفاقيات والوثائق التي تم دراستها مسبقا وصولا إلى توقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة. وبهذا الأمر يعني أن الأنظار سوف تتجه إلى هذه الزيارة من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وذلك كان ظاهرا في محادثات مشتركة بين وزراء خارجية كل من سيول وواشنطن، أكدوا فيها أنه يجب مراقبة هذه الزيارة عن كثب ومنع تحقيق أي تقدم عسكري بين البلدين. ونحن نعلم إسماعيل أن هناك اتهامات مباشرة لكل من بيونغ يانغ وموسكو بتعاون أمني موثق عبر الأقمار الصناعية حسب تصريحات البيت الأبيض، وأنه تم نقل أكثر من 5 ملايين قذيفة مدفعية من كوريا الشمالية إلى روسيا كنوع من دعم كوريا الشمالية لروسيا في حربها. كذلك الرئيس بوتين أكد على تقارب العلاقات والقرارات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وشكر بيونغ يانغ على فهمها لطبيعة الأزمة الأوكرانية. وبالتالي نحن ربما نكون أمام تصعيد حقيقي، وخاصة أننا في ظل مرحلة تم فيها الحديث عن فشل في التوصل إلى أي مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وتحديدا في مؤتمر سويسرا لأجل السلام في أوكرانيا. وأيضا الكريملين لمح بطريقة ما حول إمكانية التعاون لزرع ربما أسلحة نووية تكتيكية واستراتيجية نووية، وبالتالي هذا الأمر ربما يعد نوعا آخر من التصعيد لمواجهة القوى الغربية التي أيضا اليوم تسعى إلى حشد كامل في قواتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني مجتمعين. وبالتالي هذه الزيارة تحمل في طياتها العديد من التساؤلات وتثير القلق الغربي بالدرجة الأولى. يعني يمكن أن ننتظر ما تحمله هذه الزيارة التي جاءت بشكل رسمي بعد 24 عام. الزيارة الأولى كانت للرئيس فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في تموز عام 2000، أي منذ توليه المنصب، واليوم يعاود هذه الكرة في إحدى الزيارات النادرة. طبعا أيضا كان هناك اتفاقات أمنية موقعة على خلفية زيارة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية إلى شرق روسيا، وتحديدا في قاعدة فوستوتشني الفضائية، وهذا الأمر يعد استمرارا لهذه العلاقات وتأكيدا من قبل روسيا على أنها تمتلك تحالفات دولية تستطيع فيها مواجهة المخاطر، وتحديدا المخاطر المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وتسليح أوكرانيا بمزيد من الدعم والأسلحة الغربية. وبالتالي ننتظر ما يمكن أن تحمله هذه الزيارة من نتائج، سواء على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين أو حتى ردود الأفعال من قبل الدول الغربية والدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية.
الحليفة لواشنطن بالدرجة الأولى. تفضل إسماعيل، أعود إليك. مرام، لو انتقلنا إلى موضوع آخر، ستولتنبيرغ صرح أمس بأن الناتو يبحث عن نشر المزيد من الأسلحة النووية. ما تفاصيل هذا الموضوع؟ وأيضا أعتقد بأن الكرملين رجاء برد على هذه التصريحات. تفضل. نعم بالفعل، يعني تصعيد آخر من قبل الناتو. وإسماعيل، هنا يمكن أيضا أن أشير أن الإعلان عن زيارة بوتين لكوريا الشمالية جاء أيضا بعد تصريح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، الذي قال أن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية، وأن هذه الأسلحة سيتم إخراجها من المستودعات ووضعها في حالة التأهب الكامل واجهة النفوذ الروسي والصيني. أيضا أضاف بأنه هذه المشاورات تجري بين أعضاء الحلف لاستخدامها كسلاح ردع وليس لاستخدامها كسلاح هجوم. أيضا أضاف بأنه لن يخوض في التفاصيل التشغيلية، أي عدد الرؤوس النووية التي سيتم نشرها وعدد الرؤوس التي ستبقى مخزنة في المستودعات. وبهذا الأمر أيضا أشار إلى أن الشفافية تساعد في إيصال الرسالة المباشرة بأننا تحالف ذو قدرة نووية عالية. هنا طبعا لم يقف الكرملين بشكل تلقائي دون رد، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذا التصريح هو نوع آخر من التصعيد وزيادة التوترات. أيضا أضاف أنه يعارض تصريحات ستولتنبرغ، تعارض البيان الختامي لمؤتمر سويسرا للسلام في أوكرانيا، الذي قال في أحد بنوده أنه يحظر استخدام أو التهديد بالأسلحة النووية بناء على الأزمة الأوكرانية. أيضا رئيس الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين قال بأن تصريحات ستولتنبرغ هي فقط هدفها التخويف، وأننا من الضروري التعامل معها بهدوء. وبالتالي هذا التصعيد ليس بالجديد، ولكن التفاصيل التي أضافها ستولتنبرغ هي التي تعد خطيرة، وتحديدا أن ما يؤكد عمل الناتو على تحديث الترسانة النووية ووضع رؤوس نووية في حالة تأهب هو معهد ستوكهولم السويدي، الذي أيضا قال بأن حوالي 9 دول نووية قامت بتحديث ترسانتها وزيادة الإنفاق النووي العالمي بنسبة 13%. وهذا يعني أننا أمام حالة تأهب نووية. يعني إسماعيل، الوصول إلى الحرب النووية تبدأ بهذه المراحل، وبالتالي نحن لا نتحدث عن أسلحة تقليدية، لا نتحدث عن زيادة التسليح الغربي سواء لأوكرانيا أو أوروبا الشرقية بأسلحة عادية، إنما بدأنا بالحديث عن تأهب دول النووي لحالة صراع مباشر بين روسيا والدول الغربية. طبعا الدول الأكثر تحديثا لتراسانتها النووية هي روسيا والصين، مقابل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تعتبر من أكثر الدول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة. وبالتالي نحن أمام تصعيد جديد، وربما إعطاء إشارات أن السلاح النووي لم يعد فقط في مرحلة الردع، إنما هو في حالة تأهب وهجوم. ولكن ربما ننتظر من يمكن أن يضغط على الزناد النووي في البداية لإشعال هذه الحرب العالمية، التي طبعا لا يوجد فيها رابح أو خاسر، إنما جميع الدول ستكون خاسرة فيها. تفضل إسماعيل. مرام، إلى موضوع آخر، الصين وأستراليا، ما الجديد في العلاقات بين البلدين؟ نعم، يعني إسماعيل، أولا دعني أشير إلى أن العلاقات بين الصين وأستراليا هي علاقات تجارية اقتصادية بحتة، وتعتبر أستراليا هي أهم وأبرز الحلفاء الاقتصاديين بالنسبة للصين. ولكن بحسب آخر التطورات أن هناك كان توتر في هذه العلاقات التجارية، أدت إلى حظر وفرض قيود تجارية من قبل الصين على بعض المواد
المواد الأسترالية الأساسية مثل الشعير ولحم البقر وأيضا النبيذ الأسترالي، ووضع هذه المنتجات ضمن قيود تجارية للصين. كذلك الصين في وارداتها بدأت أيضا بحظر الفحم، توريد الفحم إلى أستراليا، وبالتالي هذه العلاقة أدت إلى توتر وتخوفات صينية من انقطاع العلاقات التجارية مع أستراليا، وكذلك بالمقابل أستراليا لديها نفس هذه التخوفات التي بدأت منذ عام 2017 على خلفية قيام أستراليا بمنع الأجهزة هواوي الصينية من مواكبة الشبكة G5 الخاصة بالإنترنت والسريعة، وبالتالي قامت أيضا الصين بهذه الخطوات الانتقامية، وبالتالي اليوم تحاول الصين إعادة هذه العلاقات المتوترة منذ عام 2017، إضافة إلى عام 2020 عندما طالبت أستراليا أيضا بفتح تحقيق دولي حول انتشار فيروس كوفيد-19، وهذا الأمر اليوم تحاول البلدان إعادة إصلاحه، وخاصة بعد تولي حكومة الأسترالية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الجديد، وهنا ألبانيزي على ما أعتقد اسمه، هو هنا كانت زيارة لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى العاصمة الأسترالية كامبيرا، وقام بعدد من التصريحات أهمها أنه أكد على أهمية العلاقات التي تسير في المسار الصحيح بين البلدين، وأنهما تبادلا وجهات النظر حتى في الخلافات القائمة بين كل من بكين وكامبيرا، وأيضا أكد على أن هذه الخلافات يجب أن ترتفع إلى مستوى دبلوماسي عالي، وأن تبدأ العلاقات التجارية بالتحسن. لكن لا يمكن هنا أن ننسى أنه رغم محاولة الجانبان لتحقيق علاقات تجارية متطورة ومتقدمة وتعاونات واضحة، إلا أن أستراليا تنتمي إلى حلف أوكوس، وهو تحالف أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهذا الأمر قد يسبب بعض القلق بالنسبة للصين، وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة التي أيضا تنظر إلى هذه الزيارة كتهديد وتوسع للنفوذ الصيني في المنطقة، بعد أن كانت تحاول طبعا جذب أستراليا إلى تحالفاتها وإبعادها عن النفوذ الصيني. ولكن العلاقات التجارية ربما دائما تغلب الطابع السياسي، كون أنها الحالة الرئيسية أو ربما تشكل الوضع الأهم بالنسبة لبلدين يتعاونان مع بعض بشكل تجاري كبير. وصل هذا التعاون إلى حوالي 200 مليار دولار أو 200 مليار يورو في عام 2023، ولا أعتقد أن أحد البلدين ممكن أن يستغني عن هذه التعاملات التجارية الكبيرة، ولكن يبقى هناك بعض التوتر على خلفية التحالفات الأمنية، سواء في توسع النفوذ الصيني في المنطقة أو حتى من قبل أستراليا التحالفات الأمنية التي تشدد عليها في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل إسماعيل. من موسكو مراسلتنا مرام حمسي جزيل، الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.